زي ما احنا شايفين مع بعض دلوقتي او لسه شايفين العربيات اللي قام بتصنيعها طلاب مصريين، عربيات كهربائيه بتشارك في السباق رالي للسيارات. عايزه اقول ان معظم العربيات دي خدت وقت كبير قوي في تجهيزها. تفاصيل اكتر عن هذا المشروع وهذا السباق هيكلمنا عنه اكتر اللواء امير يوسف، مؤسس فريق الفا، حامل لقب بطوله الجمهوريه في الراليات. مساء الفل على حضرتك. مساء الفل يا فندم. ايه الحاجات الحلوه قوي اللي احنا شايفينها دي؟ يعني الطلبه المصريين فعلا قاموا بتاسيس هذه السيارات 100%، السيارات الكهربائيه اللي احنا شايفينها دي للمشاركه في رالي السيارات المسابقه. ده حقيقي، احنا دي كانت من فتره كده ظهرت مسابقه ما بين الجامعات، الطلبه يعملوا يصنعوا العربيه فروم اي تو في، من الصفر يصنع عربية علشان يبتدوا يتنافسوا ما بين الجامعات ويشوفوا كل جامعة مين صنع عربية أحسن وأقوى وتستحمل وأسرع من العربية بتاعت الجامعة الثانية. فدي صناعة مصرية 100% بإيد طلبة مصريين 100%. الطلبة يمكن كان الصفحة الرسمية لمهرجان العالمين على السوشيال ميديا كانت عاملين انترفيوز مع الطلبة، وكان أحد الطلاب بيتكلم أنه العربية ممكن تستغرق 4 شهور في تصنيعها. أهمية يعني الطلبة واخدين الموضوع بجد جدا وبيقعدوا بالشهور عشان يشاركوا في المسابقة، احكي لنا على تفاصيل الوقت حتى اللي هم بيمروا بيه عشان يوصلوا للنهاردة الحاجة الجميلة قوي اللي احنا شايفينها قدامنا. هم فعلا بيقعدوا فتره طويله جدا يجهزوا في الديزاين بتاع العربيه، من اول التيوبلر شاسي بتاعها، التكنولوجي اللي هتتحط فيها من باتريز وحاجات زي كده، لحضرتك زي ما انت عارفه ان هي كلها عربيات كهرباء، وطبعا بيبقى اهم حاجه ان هي تبقى عربيه سريعه، فبيقعدوا يتنافسوا ما بين بعض ازاي كل فريق يقدر يعمل اسرع عربيه واكثر عربيه تقدر تمشي مده اطول. وطبعا انت حضرتك بتقولي شهور، لا هم بيقعدوا اكثر، يعني هم طول السنه بيقعدوا يعملوا يركبوا في العربيه دي ويصنعوها، فلا الموضوع بيبقى بصراحه بالنسبه لهم بياخد وقت طويل جدا، ونولج بيقعدوا يذاكروا قبل ما كمان يبتدوا يشتغلوا، بيقعدوا يذاكروا يعني بيقعدوا يذاكروا كتير ازاي هيعملوها والديزاين بتاعها يبقى ازاي مناسب ليهم وكده يعني. فبصراحه شابول للشباب الجميل بتاعنا اللي بيطلع حاجات زي كده، لان ده ليها مستقبل، ليها مستقبل كويس قوي بعد كده في تصنيع العربيات الكهرباء ليتر اون بقى، على السكيلز اوسع بقى، على السكيلز بتاع العربيات الكهرباء اللي بتستخدم عادي الديلي يوز. فلما تبقى طالعه من جامعاتنا واعتقد حاجه 20 جامعه العدد، اعتقد 28 لما يبقى 28 لما يبقى طالع كم الطلبه، لان هو فريق كامل كمان، هو احنا بنتكلم على 700 طالب من 43 فريق من 28 جامعه مصريه بالظبط. فانت بيطلع لك من 28 جامعه 700 طالب كل سنه فاهمين التكنولوجي بتاعت العربيات الكهرباء. الناس دي بتنزل بتنتشر في سوق العمل وبتنتشر في سوق مجال تصنيع السيارات، فطبعا بدايه انا شايفها بدايه فيري سمارت يعني من الجامعات، ان هي لو هتنطور بعد كده، لان المستقبل زي ما احنا شايفين في العربيات هي عربيات كهرباء، فطبعا بدايه موفقه جدا وفيري سمارت موف يعني. يعني دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كان بيتكلم النهارده عن توطين صناعه السيارات في مصر، هل النهارده الشباب الحلو قوي ده نقدر نشوف توطين صناعه السيارات في القريب العاجل؟ هو طبعا احنا هي الدوله اشتغلت من قبل كده كمان بشويه، يعني هو اوريدي احنا في ليفل ادفانس شويه في تصنيع العربيات الكهرباء، وطبعا زي ما حضرتك قلتي انه ده توجه من الدوله عشان نواكب المستقبل. هو احنا للاسف احنا في مصر متاخرين شويه عن الموضوع ده عن بقيه الدول، لكن يعني نامل ان احنا في الكام سنه الجايين يبقى في يعني طفره في هذا المجال، خاصه ان احنا مثلا الصين حصل لها طفره في صناعه العربيات من حوالي 7-8 سنين فقط لا غير، مش من قبل كده، وبقينا نشوف تكنولوجي في صناعه العربيات الصينيه
فيري ادفانس باقوى واحسن ومن العربيات الماركات البراندز اللي احنا عارفينها دلوقتي. بنشوف عربيات صيني سبورتس كار فيري هاي تكنولوجي، يعني سابقه في التكنولوجي بتاعتها كتير جدا من العربيات اللي احنا عارفينها. ودي حاجه تكنولوجي لسه يا دوبك من 7-8 سنين الصين ابتدت تطور نفسهم. احنا دلوقتي بقينا نشوف الصين عندها اقوى عربيه 4x4 في العالم، عربيه 1000 هورس باور يعني بصراحه. فطبعا نتمنى ان احنا نشوف بلدنا تبقى برضو يعني والله يا سياده اللواء احنا شايفين دلوقتي طلبه لسه في الجامعه وعندهم الاصرار ده والعزيمه دي، ويمكن زي ما احنا شايفين مع بعض على الشاشه دلوقتي عربيات بالفعل موجوده وقادره ان هي تتنقل في اليو ارينا اللي هي مساحه كبيره جدا، وقادره ان هي تدخل هذا السباق. احنا بنتمنى كل التوفيق للطلبه المشاركين في هذه المسابقه، وفي الحقيقه احنا مبهورين جدا بيهم وبنقول لهم يعني شرفتونا. سياده اللواء امير يوسف مؤسس فريق الفا حامل لقب بطوله الجمهوريه في راليات، كل الشكر ليك يا فندم.